الرحمن الرحيم. انا حسن الصابر، نائب رئيس قسم الخط العربي بقطاع الانتاج مسبيرو منذ 25 عام. انا رشحت نفسي قبل كده في الدوره اللي فاتت. انا جيت ارشح نفسي لما لقيت ناس دخلت ضد السيسي. ما ينفعش حد يخش ضد السيسي، ما ينفعش. انتوا بتضحكوا علينا ولا ايه؟ طب انت يا عم حمدان صباحي، انت مين؟ انجازاتك ايه؟ عملت ايه للشعب؟ اذا كان المشير عبد الفتاح السيسي اللي مشى محمد مرسي والخان العميل ومشى كل الاخوان وتحدى الناس دي كلها، راح هو وزير الدفاع، كان المشير كان وزير الدفاع، راح يعني راح قابلوه بره رؤساء وملوك العالم انه رئيس مصر. انتوا داخلين ليه؟ انتوا بتحبوا مصر؟ عندكم انتماء لمصر؟ ما حدش يخش قصاد السيسي. تقول لي لا ده بروتوكول وورق ودنيا، هو السيسي خلاص رئيس الجمهوريه، الله اكبر، باذن رب العالمين وباذن اقول 90 مليون مصري بتكليف من الشعب المصري العظيم. يعني حضرتك هترشح ولا انا هتنزل للسيسي بعد ما ترشح على الرئاسه؟ جاي ارشح نفسي لرئاسه الجمهوريه الدوره الثانيه، بس هتنزل للسيسي؟ ما ينفعش اقف قصاده، ما ينفعش اخش معاه. لا ده انا معاك يا سيسي، انا وانا نيابه عن الشعب المصري العظيم بقول لك انا متنزل لك يا ست الرئيس السيسي ولي الشرف، لاني بخاف على مصر وبحب مصر وعايز مصر تعيش في سلام وفي امان وفي استقرار، بعيد عن الناس اللي هم عايزين دمار لمصر من داخل مصر. لا احنا اللي هم مش فاهمينه، انا برحب بيهم، برحب باسرائيل وبامريكا وبقطر وبتركيا، اهلا بيكم في مصر، مصر مقبره الغزاه.